طيب، مع المدير التنفيذي للجمعية، جمعية البر الخيرية بظلم، جزاه الله خير، أخونا أحمد عيد المورقي. الشيخ أحمد حياك الله. الله يبارك فيك ويعطيك ويصبح عليك ويصبح على شغلوا الأربيس أخوان الموجودين معك والمتابعين خلف الشاشات. ما شاء الله. يا شيخ أحمد، هلا والله معك واسمعك. صباح الخير. صباح النور والسرور، يا مرحبا ومسهلا. يا حي الله الشيخ أحمد، بشرونا عن الأمور الجمعية. لا بشرك إن شاء الله أربيس، شغل أربيس موجودين على خير كثير إن شاء الله بإذن الله تعالى بجهودكم جهود الشباب في القناة، الله يعافيكم ان شاء الله. الله يبارك فيك، يجزاك خير ويبارك في جهودكم. وين وصل الوقف ان شاء الله؟ عسى ان شاء الله في تقدم كبير. لا ابشرك ان شاء الله بجهود الطيبين اللي شرواكم ومتابعينا في قناه الواقع ومتابعين برنامج الشيبان، ابشرك ما شاء الله ان في تقدم كبير باذن الله تعالى. الله يجزاك خير يا شيخ احمد، احنا ترى مو برنامج الشيبان، احنا شباب ترانا. الشيخ أحمد، آخر الإنجازات اللي قامت فيها الجمعية في الأيام هذه، وش الأشياء اللي سويتوها أنجزتوها خلال أيام هذه مع الأسر وغيرها؟ والله تعرف برامجنا إحنا كثيرة سلمك الله ومتنوعة، بخصوصا برنامج إنه وقفنا اللي هو وقف الأم يشمل برامج عديدة خلصنا منها سلمك الله. بناء يعني سور أحد المستفيدين عندنا طاح جدار البيت، والأسبوع حد إن شاء الله بننجزه كامل بإذن الله تعالى. هذا من ناحية المسار السكني للمستفيدين ما شاء الله، وقمنا بتوزيع جوالات بعض الأسر المحتاجين. إنك تعرف الحين الطالبات في المدرسة والطلاب يحتاجون جوال عشان المنصة التعليمية، تاز فوزعنا عدد ما يقارب 12 جوال. الله يجزاكم خير. إيه نعم، ومن ضمن الأعمال بعد الثانية هي سقي الماء، يعني وزعنا خلال كم يوم بتواجد المتسابقين الله يعافيهم ويطول أعمارهم، يعني وزعنا ما يقارب 10 بردود موية ويت. وانت تعرف الشح دي عندنا في المنطقة. صحيح. اي نعم، يعني هذا برنت خفيف للأسبوع هذا. طيب، على دخول الشتاء الآن في دفايات ولا شو بتسوون؟ وش الأشياء؟ بطانيات؟ والله هذه للآن يعني قائم عليها المجلس، يعني إن شاء الله نعملين خطة لاستقبال الشتاء من دفايات من بطاطيس من أغراض الشتاء. العام أكيد قمتوا بهالدور هذا. أي نعم، إيه والله نعم، مع مدخل الشتاء. طيب، وش الدور اللي قمتوا بأيام بداية كورونا يوم الحجر الكامل مع العمال وغيرهم؟ هل لكم دور كان كبير فيها؟ والله ما الدور يعني ما هو بذاك المطلوب اللي قدر أن تعرف منطقتنا شوي فيها الشح زايد من ناحية يعني كمنطقة يعني بعيدة عن منطقة الطائف وعن رجال الأعمال وعن الأعمال الخيرية في قموضة رجال الأعمال. أنتم على الطريق وانت رايح لمكة، في شيء في شيء عندكم في إفطار رمضان وغيره قبل كورونا يعني؟ إيش كان جهودكم؟ إيه نعم، إفطار رمضان يعني قبل شهر رمضان اللي فات في الحرم، ونعمل يعني على مدار السنوات الماضية أساساً مشروع إفطار صايم هذا على طول إحنا قايمين. ما شاء الله. يعني إحنا على خط سريع سلمك الله، يعني سوي لنا كذا يعني بيت شعر كبير ونوزع عليه الوجبات للمسافرين واللي للمقيمين هنا واللي على الناس المسافرة كام. ما شاء الله ما شاء الله. أخوي أحمد، لو نقول الآن وش البرامج اللي متوقفة عندكم بس تتمنون الدعم في الوقف عشان تقدرون تمشون برامج أخرى جديدة؟ والله البرامج اللي متوقفة يعني إحنا نقوم عليها بشكل دوري اللي هو سقي الماء. يعني هذا سقي الماء الحالة وش يعني سقيا؟ اشرح لنا سقيا الماء هذا وشو؟ مويتن تشترونها قوارير ولا وايتن تودونه ولا وشو؟ سقيا الماء سلمك الله احنا عندنا في ظلم يعني شح الموارد. في موارد الماء يعني الابيار عندنا ما عندنا ابيار. ما في. احنا يعني نجيب المويه سلمك الله من ام الدوم. ام الدوم تبعد عنا ما يقارب 300 رايح جاي. عرفت؟ وانت يعني تعرف رد ترين الواحد يعني اذا يروح
لما الدوم وبيرجع يعني يبغى له 6 ساعة هذا رد واحد. أوه صعب والله. عرفت يعني لو جاء في ظل بس 10 ردود موية في اليوم أو 15 يوم يعني نقول ما شاء الله، يعني هذا إنجاز كبير إن جانا موية. سبحان الله. إيه شفت، وهذه المشكلة اللي عندنا الأساسية اللي اللي في الجمعية واللي في الأهالي ظل كافي. يعني هذا كان من العقبات اللي في الجمعية صح ولا لا؟ اي نعم اي الله نعم الله ينفع بكم. وعندنا بعد المشاكل الثانية اللي هي المسار اللي كان عندنا ترميم المساكن، عندنا وتجديد المساكن. الله يجزاكم خير. عندنا بعد نواجه صعوبة كبيرة نوعا ما. الله يجزاكم خير شيخ احمد، وان شاء الله انا ان شاء الله باذن الله. ابو سليمان تبغى تسال؟ ابد والله. الله يحييك يا طويل العمر ابو سليمان. يسلم عليك. الله يعافيك. صبحك الله بالخير. صباح النور والسرور يا مرحبا. شلونك وشلون الربع اللي حواليك ومركزكم وربعك اللي حواليكم؟ ابشرك انتم طيبين وانتم طيبات. الله يسعدكم ويعينكم ان شاء الله، وانا اهنيكم على الاعمال. فأنا أتوقع أن الغالبية منكم لم يكون كلهم أنهم محتسبين، وهذا طال عمرك بحد ذاته يعني شرف لكم. ونقول بكي بكي. إيه والله الوقف يا ولدي إن شاء الله بإذن الله تعالى أنه يكتمل، لكن أني أقول يعني حافظوا على الاستمرار. سلام. حافظوا على الاستمرار في الأعمال اللي تقدمونها، فهذه يعني محسوبة لكم أمام الله سبحانه وتعالى، ثم مجتمعكم والناس اللي حواليكم بيض الله وجيهكم. ونرجو إن شاء الله أن نكون نحن يعني ساهمنا، ونسأل الله أن تكون هذه المساهمة خالصة لوجه الله سبحانه. آمين. بإذن الله تعالى. جزاك الله خير شيخ أحمد وبارك الله فيك، وشكرا على اتصالك وتواصلك معنا، وأرجوكم ما تقطعونا بالتواصل لأن صراحة وجودكم معنا له معنى. جزاك الله خير. لا لا أبشر بالخبور وأبشر بكل شيء بإذن الله. شكرا شكرا لك. هذا كان أخونا الشيخ أحمد عيد المورقي، تابع مدير التنفيذي لجمعية البر الخيرية بظلم. صلى الله أن يفككم ويبارك فيكم. جهود مثل ما شفتوا أخواني المشاهدين وسمعتم في الجهود العظيمة التي تقوم بها الجمعية، الله ينفع بهم، من سقيا الماء في جلب الماء من مسافات بعيدة للناس المحتاجين. وش اللي يخلي أخونا أحمد وأخونا عادل وغيرهم يقومون ويساعدون هالناس إلا الإيمان وحبها البلد؟ صحيح والله. أنا وش يخليني أقوم من الصبح أجيب واي تودوه وجبوه العائلة ذوليك اللي بعيدين في البر وما عندهم موية؟ اللي يدفعنا الإيمان وحب المجتمع بعضنا البعض. ايوه يا سلام. والاحتساب عندما نتكاتف انا وابو سليمان وابو عبد العزيز، انت حط اللي تقدر عليه وذا يحط كل المشاهدين، قامت الاعمال الخيريه كلها لنا وقام الناس المحتاجين. يعني العمل الله سبحانه وتعالى يوم جعل دينه ترى مو بصلاه وصيام، صحيح مو بصلاه وصيام، احنا في تكاتف اجتماعي، في بيننا محبه والفه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحبوا. كيف انا احب الاخرين؟ أنا أحبك وأحب فلان وأحب فلان وأنا شبعان وجاري جائع، هذا مو بحب أبدا، مو بحب. الحب أني أنا أعيش وأتفقد الجيران، أتفقد إخواني وأهلي وربعي وجماعتي، هذا هو الحب. أما أني أنا غني وعندي الأموال وعندي أبو سليمان الأكل الزايد الفايف ما أدري وين أوديه، وفي ناس هناك جوعانين أو هناك ما جاهم موية، وأنا أفك البزبوز ينزل 24 ساعة بوية الموية عندنا، اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد، لكني أتفقد الآخرين المحتاجين. وهذا هو ديننا. ديننا مثل ما قلنا مو بصلاة صيام فقط يا أبو سليمان ولا قيام ليل، بل ربما اللي يتفقد هذا يروح يدور وايت يا شيخ جاسم. صح. الناس محتاجين في مكان بعيد ممكن أفضل من اللي يقوم الليل، الله أكبر، وأفضل من اللي يصوم النهار. النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال في الحديث لأن أكون في حاجة أخي خير لي من اعتكاف شهر كامل في مسجدي هذا. الاعتكاف يشمل الصيام والقيام والعبادة والصلاة، لكنك تقضي حاجة أخوك المسلم أعظم عند الله سبحانه وتعالى، وهذا اللي نحتاجه اليوم. فتعليق منك أبو إبراهيم على أنا أقول الله قادر أنه يقضي حاجة هؤلاء، سلام عليك، قادر أنه يعطيهم، لكن الله سبحانه وتعالى جعلنا في دار امتحان وابتلاء، فالله سبحانه وتعالى يرى كيف تعمل. ولا قادر أن يعطيها الفقير ويغنيه، وقادر أنه يشبع هذا الجائع، وقادر أنه، لكن إذا جرى عليك سبب
فهذه رحمة من رحمات الله. الله أكبر، الله عز وجل. طيب عندي بعض رسائل أقراها، الوقت ضيق، الشيخ جاسم ما جبتوه لنا، مفروض يجي من الفجر الشيخ جاسم، ما ينشبع منك والله. الله يجزاك خير. هذه أم محمد من القصيم، تبرعت عن أمي وجدتي وجدي وعن أبوي وجدتي وجدي، الله يتقبلهم يغفر لهم ويحفظهم أمي، آمين، إلى مجلس كاريزما، وهذه أرسلت صورة الحوالة، وهذه على هاشتاق البرنامج. أخونا عبد الرحمن يقول في على هاشتاق البرنامج كاريزما 51، بنت السراج.